السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناتنا منوعات الكل. إن شاء الله نعمل مع بعض النهاردة مهلبية وجيلي مع بعض، الاتنين في نفس الطبق أو في نفس الصينية مع بعض. إن شاء الله سهلة وبسيطة جدا. أنا ما كانش في دماغي خالص إن أنا أصورها، بس لما عجبتني قلت أنزلها. نبدأ مع بعض. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. على فكرة ما كانش في دماغي خالص إن أنا أعملها، بس انا كنت بعمل معمر واتبقى معايا شويه لبن والجو حر، لو اتسابه ما عادش ينفع تسخنه تاني اصل ما يتشربوا او كده. فمعايا حوالي كيلو لبن او كيلو الا ربع لبن اتبقى معايا، لان انا كنت غليت كميه مع بعضها. تمام. انا هعملها بنشا ابيض مش بكستر. اولا ما كانش متوفر عند الكستر فحبيت اعملها بيضه، وجيلي كمان هعمله ابيض احمر فهيبقى اللونين على بعض شكلهم جميل ان شاء الله. الاطفال بيحبوا الالوان، بتشدهم تخليهم ياكلوا. بالنسبه للاطفال اللي عندهم مشكله اصلا في جميع الاكل بيقولوا عليه لا، فان شاء الله الوصفه دي تعجبهم وكمان مفيده ليهم. اللبن معايا سخن طبعا، يعني كنت بطبخ فباقي معايا سخن، ولعت عليه تاني النار وبجهز النشا. ازاي نعمل نشا ومهلبيه وكستر فوق بعض؟ بسيطة جدا. هي الفكرة بس ان انا اسيب المهلبية تهدى معايا شوية، وكذلك الجيلي اخلي المية الساقعة بتاعته اكتر شوية، بس مش هيعملوا على بعض ولا اي حاجة. وهنشوف ده دلوقتي. كده انا بضيف السكر. انا مش بعمل حاجة مسكرة، ممكن كل واحد بقى حسب رغبته في السكر يضيف سكر ازيد شوية. انا مش عايزه برضو اقلب كتير في اللبن، طول ما هو على النار طبعا السكر بيفك بسرعه. ده اللي انا حطيته ده روح برتقال. انا جيت اشوف ما لقيتش برضو عندي فانيليا، فكان عندي روح البرتقال دي. المهلبيه طعمها بيختلف جدا بروح البرتقال وروح الموز. جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا. نقطة صغيرة خالص، مش حاجة ما تذكرش، بس بتعطي طعم رهيب للمهلبية. انا هنا ضفت النشا للبن. انا ممكن كان ممكن احط عليها اي لون طعام، متوفر عندي لون اصفر او لون احمر، بس انا حبيت اعملها بيضة مع الجيل الاحمر. طبعا عندها الاولاد مش بيرضوا يشربوا اللبن، فبنحاول ندخله في اي حاجة زي المهلبية المعمر اي اكلات من دي، بسبب ان هما مش بيحبوا. هنا المهلبية خلصت معايا، فبدأت افضيها في الاطباق واغرفها في الاطباق. معايا مغرفة صغيرة لان طبعا الحاجات اللي انا بفضي فيها وشها صغير، فمحتاجة مش محتاجة اعكها كلها. كده انا خلصت الكمية كلها، الكمية الاطباق. انا عملت في الكاسات علشان لونها يبان معايا واقدر اصورها وتبان اكتر. ودي الصينية اللي مش بيعرف يعمل المهلبية والجيلي في الصينية، والله انا شايفاه ان هي اسهل من الاطباق كتير واوفر لي في المكان في التلاجة زي ما انا قلت قبل كده. طبعا دي مهلبية غير مهلبية القرع العسل اللي كانت في الفيديو اللي فات خالص. دي حاجة ودي حاجة تانية، فايدتها اكتر بكتير من دي، بس انا حبيت اعمل الجيلي والمهلبية مع بعض. الاولاد عندنا بيحبوها كتغيير مش حاجة واحدة بس. كده المهلبية انا فضيتها واستنيت عليها دقيقتين وضفت المكسرات بتاعتي. انا عملت في الاطباق وفي الكاسات وفي الصينية علشان يبقى قدامنا كل حاجة. اهم حاجة يا جماعة نصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا يرفع عنا البلاء والوباء يا رب العالمين. كده انا هسيبها تهدى معايا بقى شوية. انا سبتها حوالي 5 دقايق قبل ما اولع على المية بتاعت الجل. ليه؟ لان انا عايزاها تتماسك تعمل طبقة من فوق. كده جبت ميه للجيلي، معايا بكوين جيلي
هسخن الماء الاول تغلي معايا واضيف عليها السكر، طبعا السكر زي ما قلنا حسب الرغبة. فضيت الباكو جيلي، ولو انا حسيت ان الماء كترت معايا انا بضيف لو ربع معلقة جيلاتين. ليه بتظبط معايا الجيلي؟ عشان يتماسك معايا اسرع برضو. مش حابة اضيف الجيلاتين نزود كمان باكو جيلي، مفيش مشكلة، ممكن اعمل على قد الكمية اللي موجودة عندي، باكو واحد اتنين باكو اي حاجة. بس انا لما المية زادت معايا كده انا زودت مية ساقعة، لان انا عاوزاه يبقى ساقع شوية مش عاوزاه يبقى سخن. فزودت مع ربع معلقة جيلاتين كده، انا قلبته كده بدأ يهدى معايا خالص، لان طبعا زي ما قلنا حاطه مية ساقعة جدا علشان يبقى بارد معايا. هبدأ افضيه بقى في الاطباق فوق الحاجة اللي موجودة عندي فوق المهلبية او النش. انا عملتها ما خدتش معايا ربعاية، ربع ساعة كانت خلصان، والله ما كانت في دماغي خالص. بس انا زي ما قلت لكم مش اللبن فاض معايا، فما حبيتش اسيبه لانه هيتجمد بسبب الحر. شكلها جميل جدا في الكاس اهو، ودي الصينية معايا، فضيت الكمية الباقية كلها في الصينية، ودي القضة. ده انا سبتها بعد ما سبتها في التلاجة حوالي 4 ساعات او 5 ساعات، وقطعتها وبعدين هطلعها في الاطباق. يا ريت اول مره تشوفونا تدعمونا بلايك واشتراك في القناه، ان شاء الله نكبر بيكم ومعاكم، ويا رب يا رب اكون بقدر افيدكم بالوصفات اللي انا بنزلها. واللي محتاج اي حاجه يطلبها مني في التعليقات. الجيلي كان عاوز يتساب معايا كمان شويه في التلاجة يجمد معايا اكتر، بس عادي هو كده جميل برضو. طبقه مهلبيه وطبقه جيلي جميله جدا، والطعم روعه، ويا ريت تجربوها وان شاء الله تعجبكم. وصفه سهله وسريعه ما اخدتش اي وقت، وعملنا حاجه مسكره للاولاد. ادي الصينية الجيلي طبعا علشان فاكك شوية فنزل في المكان الفاضي، ودي الاطباق نصين باينين معايا خالص، وكذلك الكاس برضو. جميلة جدا، اتمنى تعجبوه تجربوها، ويا رب يا رب تعجبكم. استنوها ان شاء الله في وصفة جديدة، وياريت تدعمونا بلايك واشتراك. كل سنة وانتم طيبين متابعينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.